سعدتم مساء مشاهدينا ومتابعينا عبر أثير فجر فأم وشاشة الفجر الجديد في نبض جديد من نبض الشارع، وتحديدا في منطقة ضاحية الذنابة الجنوبية، حيث مشكلة فيضان المياه العادمة أضرار سلبية وآثار مترتبة على هذه المشكلة التي تمت التواصل مع الجهات المعنية لعدة مرات لكن دون استجابة. تابعوا هذا الموضوع في آراء المواطنين في نبض الشارع. انها صار لها فترة زمنية، يعني من 4-5 سنين مش يوم واحد، وقدمنا للبلدية وللصحة عدة كتب، وقولوا لنا هالشهر هذا والشهر الجاي والشهر اللي وراه، وفي ناس بتحكي انه اجى شو اسمه مشروع للمجاري هون والتغى راح لمطرح ثاني، وبعدين هون عينك في الناظر عندك المجاري ماشي في الشارع وفيش مكان يمشوا عليه أرصف للناس اللي بتروح وبتيجي. مشكلة المجاري مشكلة كثير بنعاني منها، خصوصا فصل الشتاء. فصل الشتاء يعني أغلب بيت العبارات بتفيض، يعني زي هذا الشارع هاي المجاري لها يمكن أكثر من أسبوع 10 أيام كل يوم الثاني اللي هي فايضة، ومن هيك يعني هاي الريح طلع كيف مية ريحة وكرف شد، يعني كثير الناس بتعاني منها، خصوصا الصبح بيكون في طلاب جامعات اللي بيطلع على شغله. فيعني احنا يعني نطلب من المادية يعني قبل فصل الشتاء تنظف الملاهل، تعمل مشاريع تعزيز البنية التحتية، ترمم تزبط اي شيء، المهم يخففونا من هالمشاكل. يعني مش منظر طلعه، يعني انت تطلع الصبح على شغلك بتشوف هالمناظر هالريحة شو بدك تعمل. مشكلة المجاري سنين صار لها، اول شيء البلدية مقصرة جدا في هذا الشارع، وبعدين شارع رئيس ومدخل للمدينة تول كريم. اول شيء عندنا في الخط الفكاني الخط المواسير اللي حاطينها 6 إنش ما بتكدي، قد ما علينا مع البلدية وحكينا معهم واجوا وشافوا هذا الاشي حفروا الخط من جورة لجورة، حلوا يعني ربع من المشكلة، ولا يعني اشي بسيط من هاي المشكلة حلوها. الشغلة الثانية كام عملت البلدية خط للحارة اللي فوق اللي هي حارة الجبل كليتها على نفس الخط هذا اللي بيظل يسكر يوميا، يوميا بيظل يسكر، عملوا هذا الخط فصار الخط عليه ضغط قوي جدا، هذا الخط بيفتحش من مرة، تعالوا كل يوم عنا وشوفوا هذا الخط لوين بتوصل. أنا بذاتي كل يوم بتصل على البلدية يوميا. إحنا عندنا مشكلة هون بالشارع بنعاني منها من زمان، يعني مش من اليوم، من فترة طويلة بضل المجاري تفيض على الشارع زي ما أنتم شايفين، وهذا ضرر على الناس يعني مش بس علينا لحالنا، إنه برضو أمراض هاي ونجاسة مش عارفين لا نشتغل ولا نعمل إشي. وطلبنا في البلدية كل يوم نتصل عليهم، كل يوم بيجوا كلنا بنستنى في المقاول على أساس إنه يسووها يحلونا المشكلة، لليوم مش حالينها زي ما أنتوا شايفين.